يعني مستمعينا في هذه المحطة راح نتعرف بشكل مفصل عن سباق عمان للتزلج المظلي لعام 2024، ومجموعة عمران تطلق مبادرة رائدة لترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة دولية بارزة لرياضة التزلج المظلي. التفاصيل كافة إن شاء الله راح تكون مع ضيفنا لهذا اليوم سلطان بن سليمان الخضوري، مدير الأصول في مجموعة عمران والمدير التنفيذي بالوكالة لمشروع نجم. بداية نصبح عليك بالخير. صباح النور أختي شيماء، شكرا جزيلا على الاستضافة. حياك الله. بداية ودنا أن نتعرف عن الفكرة الأساسية لسباق عمان للتزلج المظلي لعام 2024. هذا سباق عمان للتزلج المظلي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. بداية السباق كمرحلة انطلاقية راح يكون من الدقم وراح يمر على مناطق ساحلية ومناطق جميلة. على سبيل المثال سراب، عندكم بر الحكمان صغيرة، وفي عندكم مناطق أخرى كثيرة جميلة ساحلية. تقريبا راح يكون في طول 500 كيلومتر، يمكن يزيد ولا ينقص ولكن ما أقل يعني في هذا الحدود بيكون. وراح ينتهي برأس الجبل. طبعا بطولة عمان للتزلج الشراعي للتزلج المظلي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط في المنطقة، وذلك نظرا لتوفر الأجواء المناخية المطلوبة لممارسة هذه الرياضة في السلطنة. فمن شهر 7 إلى شهر 9 الأجواء المناخية في هذه المنطقة ممتازة، الرياح متوفرة بشكل يومي. في دول أخرى اللي مارسوا فيها نفس هذه الرياضات الرياح متوفرة ولكن ما دائما بشكل يومي متوفرة. نحن الحمد لله خلال هذا الموسم نستقطب أعداد جيدة من السواح اللي يمارسوا هذه الرياضات، ولكن نفس الشيء نحن يعني من أهداف هذه البطولة حتى زيارة أعداد السواح لاستقطاب هذه النوعية من الرياضيين اللي مارسوا نفس هذه الرياضة بشكل سياحي وبشكل رياضي، ونستقطبهم للسلطنة ونوفر لهم الإمكانيات والبيئة الملازمة لممارستها بشكل دائم. جميل، وفعلا مثل ما نعرف يعني الخط الساحلي في تلك المنطقة تتميز بكل تأكيد بالأجواء الاستثنائية خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. نتكلم أيضا من جانب آخر، الهدف الرئيسي في مثل هذه السباقات. الهدف الرئيسي من هذا الاستضافة هو تفعيل خلينا نقول الرياضة بشكل رسمي في سلطنة عمان، تنظيمها بشكل أكبر. وكذلك من أهم الرسائل اللي نطلع فيها من هذه البطولة هو يعني أريد نكبر العالم، أريد نتكلم للعالم ونقول لهم أن عمان توفر الأجواء المناخية الملازمة. عمان دولة آمنة، عمان دولة جميلة، بإمكانكم تأتوا إليها يعني تمارسوا هذه الرياضة بكل حرية. اليوم يوجد في العالم تقريبا 5 مليون هاوي لهذه الرياضة، وطبعا هم يتجولون حول العالم يبحثون عن الأجواء المناخية الملازمة والمناسبة لممارسة هذه الرياضة، وسلطنة عمان متوفرة موجودة، ولكن المشكلة أن الناس ما تعرف أن هذه الأجواء المناخية متوفرة في سلطنة عمان. كثير من هذا الناس من 5 مليون اليوم موجودين في أوروبا، وصولهم لسلطنة عمان سهل جدا. في بعض الناس يدي عمان، يعرفوا عن عمان ولكن ما النسبة الكبيرة. فمن أهداف هذه البطولة يعني نتكلم للعالم، نخاطبهم تعالوا لعمان، مارسوا رياضتكم في عمان، بنوفركم البيئة المناسبة البيئة الملائمة، بنوفركم الشركات اللي تخدمكم في هذا القطاع. والحمد لله القطاع في عمان من خلال المحليين والناس اللي موجودين في سلطنة عمان اللي مارسوا هذه الرياضة شغالين بشكل كبير على تطويره بشكل أكبر. جميل. كيف نحن راح نوصل رسالة هذه للعالم؟ راح يتم إنتاج فيلم وثائقي قصير مدته تقريبا ما بين 25 دقيقة إلى 28 دقيقة. الفيلم الوثائقي هذا راح يحكي بطولة عمان في الفن الشراعي من البداية إلى النهاية، من بداية البطولة إلى نهاية البطولة تستمر تقريبا في حدود 7 أيام 8 أيام، راح يتم تصويرها بشكل يومي. راح يتم تصوير البطولة، راح يتم تصوير التجهيز، والأهم من هذا كله راح يتم تصوير المناطق السياحية في سلطنة عمان، سواء كانت مناطق ساحلية أو غير ساحلية. من أهداف الفيلم هذا أن يتم ترويج هذه الرياضة لسلطنة عمان في الخارج وفي الداخل بشكل خاص لرياضة التزلج المظلي، وكذلك بشكل عام لترويج سلطنة عمان سياحيا.
فراح يتم استخدام هذا الفيلم الوثائقي في السنوات القادمة من خلال القنوات المعروفة سواء عالميا ولا محليا لنشر هذه الرياضة ودعم السلاح بشكل عام في سلطنة العالم. بإذن الله تعالى فكرة جدا جميلة أيضا توثيق مثل هذه اللحظات حتى تكون فعلا موجودة. طيب خلينا نتكلم عن المشاركين في هذا السباق. بكل تأكيد المشاركين راح يكونون من العمانيين أو حتى من خارج مستوى السلطنة. صحيح متشاركين عمانيين محليين. على سبيل المثال أحد المشاركين معانا هو أقدم عماني مارس رياضة تزلج المظلة قبل 20 سنة. ورياضة تزلج المظلة بشكل عام في العالم بدأت تقريبا قبل 20 سنة. يوجد لدينا عمانيين يمارسوا هذه الرياضة من قبل المشاركين في المسابقة. كما يوجد لدينا يعني من ناس من دول مختلفة من العالم. يوجد ناس من البرازيل، من بريطانيا، من دول مختلفة. وكلهم هذه الناس يعني من المشاهير ومن المعروفين ومن الأبطال. في رياضة التزلج المظلي. الهواة التزلج المظلي يوم يشوف أن الناس هذه المشاهير وأبطال التزلج المظلي المعروفين عالميا جاءوا إلى عمان ومارسوا الرياضة ونفس الشيء كانوا في الفيلم الوثائقي، طبعا هذا يعطيهم نوع من أنواع الاطمئنينة والثقة على أنه صحيح الأجواء المتوفرة حقيقية في سلطنة عمان، البيئة آمنة، كذلك الشعب شعب طيب، شعب مرحب بجميع السياح. طبعا في خلط موجودين معنا في خلال المشاركين، وهذه كانت صيغة مهمة بالنسبة لنا في اختيار الناس الذين يشاركون في الفيلم. وطبعا خلال السنوات القادمة راح يكون في عدد أكبر وأكبر للمشاركين في هذه السباقات وفي هذه الرياضة. وفي خطة واضحة في الأعداد اللي يكون فيها المشاركين خلال 5 سنوات القادمة، لأنه هذه الفعالية راح تكون متكررة خلال السنوات القادمة. هل ضروري أن تكون فقط في تزلج المظلي؟ لا، يعني راح تكون حتى للرياضات الأخرى المصاحبة للرياح والذي تعتمد على الرياح من دون استخدام أي مساعد. خلال السنوات القادمة راح أضافة رياضات أخرى إلى هذه البطولة. كذلك جميل. طيب خلينا نتكلم عشان نوضح أيضا الصورة للجميع المستمعين اللي يسمعونا حاليا محبين هذا النوع من الرياضة، يعني هل يعني المساحة مفتوحة للجميع اللي فعلا محب لهذه الرياضة أن يشارك؟ صحيح بالضبط، المساحة مفتوحة، نحن مرحبين بكل سواء كان عمانيين ولا غير عمانيين، موجودين في عمان ولا خارج عمان. جميل. المشاركة معانا خلال السنوات القادمة، المشاركة معانا خلال المواسم القادمة لممارسة هذه الرياضة. من أهداف البطولة كذلك ومن مخرجات هذه البطولة راح يتم إنشاء مدرسة تعليمية متخصصة في تدريس وتعليم رياضة التزلج المظلي في سلطنة عمان. أريد أن نرفع مستوى الوعي في سلطنة عمان، أريد أن نرفع مستوى الإدراك عن هذه الرياضة، وأريد أن نحبب الناس فيها بشكل كبير. إذا العمانيين حبوا الرياضة هذه وبدوا يمارسوها، فالقطاع راح يعني يكبر بشكل طبيعي. الحمد لله رب العالمين، في رياضات أخرى نحن يعني اجتهدنا فيها ونشرناها بشكل كبير. على سبيل المثال التزلج الشراعي اشتغلنا فيه بشكل كبير من خلال مجموعة عمران وعمان للإبحار، وصار قطاع كبير في سلطنة عمان، وصار في كثير عمانيين مهتمين في هذه الرياضة ونشارك فيه حتى في بطولات خارجية خارج عمان ونجيب المراكز الأولى. فطبعا هذا القطاع بيكون مفتوح للجميع، وهذا هو واحد من الأهداف منه. هو كيف ممكن نحن إنه نكبر القطاع بشكل طبيعي. وطبعا راح يكون ضروري جدا مشاركة الناس المحليين وغير المحليين في سلطنة عمان لتعلم هذه الرياضة ومشاركتها وخلال وقيادته كذلك في الفترة القادمة. نعم، سؤالي الأخير، طيب بما أن المساحة مفتوحة للجميع اللي وده أن يشارك، يا ترى ما هي الآلية والطريقة؟ من خلال هذه البطولة تم إغلاق المشاركين. كان في طبعا نوع من أنواع الاختيار للمشاركين، لأنه كان في هذه البطولة الأولى فقط، فعدد المشاركين هو ما عدد كبير جدا. هي فقط البطولة الأولى اللي راح يتم فيها تصوير الفيلم الوثائقي بشكل أكبر. البطولات الأخرى اللي راح تكون إن شاء الله في نفس الفترة خلال السنة القادمة راح يتم الإعلان عنها،
في مشاركين راح يتقدموا وراح يتم الاختيار لهذه المشاركين. وطبعا راح يكون في آلية اختيار معروفة ومحددة للجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى. جهد جدا كبير أكيد من خلالكم اليوم وأيضا لإنجاح سباق عمان للتزلج المظلي لعام 2024، ونحن أكيد كلنا ثقة وأمل أن إن شاء الله هذا السباق وهذا الفيلم الوثائقي راح أكيد يكون ذو نجاح كبير بإذن الله تعالى. شكرا لك سلطان بن سليمان الخضوري مدير الأصول في مجموعة عمران والمدير التنفيذي بالوكالة لمشروع نجم، شكرا لك. شكرا جزيلا.